تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 407 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 86 أو 89 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدموعة تم ضبط أكثر من 32 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط اكثر من 56 طنا في مجال عدم الاعلان عن يعني الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 606 قضايا من بينها 77 قضيه خبز ناقص الوزن و77 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فتم ضبط ست قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 37,5 طن أقماح محلية